مرحبا مرحبا، لاباس عليك؟ عسلامة. مرحبا، تعرفوا عليك؟ والله أنا مواطن تونسي نخدم في وزارة نخدم دكتور في وزارة الصحة. دكتور نتشرفوا بك. أول حاجة باش نحكيو معاك على الطبيب التونسي. أول حاجة شنو هو الأسباب اللي خلات اليوم عندنا رصيد الطبيب التونسي مطلوب في أوروبا؟ الطبيب التونسي عنده كفاءة متميزة على المستوى العالمي، خلينا رغم الإمكانيات نتاع بلادنا، رغم النقص، الطبيب التونسي حاجة نفتخروا بها. والله بالنسبة للطبيب التونسي صحيح هو في المطلق ثم نقص في الأطباء في كل بقعة، معناها في الخليج، في أوروبا، في كل بقعة، في إفريقيا، في كل بقعة ثم نقص في الأطباء، لأنه طبيعة الدراسة متاع الطب دراسة معقدة وكبيرة وانفستيسمون كبير من الدولة ومن اللي مش يتبع الفيليير هذيك، والمجتمع يخسر برشا باش يطلع طبيب، ولذا فانه هذاك ثم النقص. والنقص اللي في تونس، كان نحكيو على تونس، علاش تقول لي علاش مطلوبين لبرا؟ لانه راهو في تونس باش تقرا طب يلزمك تكون من المتميزين، متميزين كي تجي للمجتمع تنحي منه الزبده نتاعو، سي نورمال باش يطلع الطبيب منك الزبده هذيك، كل سوا في تونس ولا في اي بقعه تجي تنحي الناس اللي 17 و 18 دو موين في الباك، اكثر شانس كانوا مش يكونوا متميزين كي يكملوا دبلوماتهم. تقول لي علاش نقص؟ نقص موجود في تونس ربما لانه سامحني دكتور، انا قلت لك علاش متميزين ديريكت، انت ترجمتها النقص، لانه خاطر طلب كبير على الطب التونسي لبرا، صار عندنا نقص. على ذاك انا سالتك على المتميزين، انت صرت تحكي لي مباشره على النقص. لا هم متميزين، اما متميزين لانه قينا الخلطه في تونس اللي تخلي كونه ثم ناس برشا ناس ضحاو باش كما ترى، مش كان طب لي زانجينيور لي زانفورماتيسيان، تونس تقابلها تقارنها بجيرانها، ثم برشا انفستيسمون صار في التعليم قبل في لي زاني 70 و 60 و 70، كانت الناس في الارياف تلقى جامعه تلقى مدرسه، والناس هذوكم سهلت لهم الدوله وانفستيت فيهم. ما تجيش تقول لواحد الزوالي ما يقراش، ولكن مجانيه التعليم خليت كونه برشا كان مصعد اجتماعي الدراسه. وبعد اون فوا الخلطه هذيك صارت، الناس ولات تعطي قيمه كبيره العائله التونسيه، في معناها تنقصوا حتى في ماكلتهم باش يقريوا صغارهم، دونك عندها قيمه كبيره في تونس. في مجتمعات اخرين لا، القرايه اللي يخرج ولده من اللي هو عمره 16 و15 سنه يخرج ويعمل بزنس يعمل حاجه ما يهمهمش. احنا في تونس برشا العائلات التونسيه تعيش على وقع الباك، تعيش على وقع السيزيام، يحط ولده ينقص على روحه ويحط ولده في احسن ايكول. هذاك سا برودوي كونه عندنا دي انجينيور دي اكسبير كونتابل دي ميدسان. اليوم الرصيد اللي لميناه من الستينات والسبعينات والثمانينات، وقت اللي كان فما تعليم في تونس، سواء في فتره بورقيبه وفي فتره بن علي زاده باش ما ننكروش، هل اليوم ما زالت متواصله الرهان على التعليم التونسي بيكون نيفو ذاك؟ وهل ما زالت المكانه نتاع نحكوا على الجينيراسيون الجديده نتاع الاطباء التوانسه؟ بالنسبه للجينيراسيون الجديده نتاع الاطباء التوانسه، هي تأثرت بحاجة صارت في العالم من ليزاني 90 من اللي طاح الاتحاد السوفيتي، صارت عولمة. عولمة أم ميدسان ساكوت في العالم تقريبا، أم ميدسان سبيسياليست تقريبا الكوت أون بروت 5000 أورو. كي أنت تعطيه 700 أورو في تونس يلزم يكون وطني بارشا، ويلزم يكون قليل بارشا، ويلزم يكون عنده خذا مراه غنيه بارشا، ويلزم باش يرضى ما تنجمش، معناها يلفو كومبونسي. يلزم تونس اذا كان البرلمان في تونس يقول راهي الصحه ما يلزمهاش 3 ولا 4% ميزانيه، يلزمها 10% ميزانيه، تو يمشيو تو تشوف تو الصفوف اللي ترى فيهم من السبعه يجيو الناس، المواطن التونسي يشد الصف من السبع حتى نص النهار. ميزانية وزارة الصحة قداش هكاك؟ والله بنعرف ما ظهر لي لان ديباس با لي 4-5%، الور كو ميزانية الوزارات الاخرين زادوا، ثم ميزانية زادوا. انا سور 100% اللي في عام 24 وعام 23 ميزانية وزارة الصحة نقصت. اللي يشوف ميزانية وزارة الصحة نقصت يقول
يفرح لأنه حققنا الأهداف متاعنا الكل والمواطنين الكل شيخين أمورنا 5-5. معناه لو سول ميساج اللي عديه البرلمان وقت اللي يقول نقصنا في الميزانية سيكو سي بون، معناه أمورنا الكل واضحة. المواطن يخرج بيان سور عكس العكس، ما يرضى بها حتى واحد. الصحة كونديسيون والماتريال ما تجددش، عنده سنوات في سبيطارات في تونس ما ثم شيء. وزارة الصحة تبارك الله أمورنا بالقداء. تعرف اللي نقصها الصحة في تونس؟ نقصها تقييم. تقييم، يجي واحد يجي يقول أنا مش ندخل للسبيطار، يجي وزير يلبس حكي ما يعرفوش ويمشي ما يعرفو حد ويدخل يضرب 4-5 سوايع يستنى، ومن بعد يضرب يشوفوا أنت، من بعد يجي وقتها يمشي لأكثر من السبيطار ويمشي للمساحات في الجهات. سكانير مكسر عنده سنين، علاش مكسر؟ مكسر ولا برا مشي الكلينيك الفلاني تتعدي عنده تتصور هذه كل يوم نشوفوا فيها. لا هو ما ثمش مؤامرة، راهو ثم قلة إمكانياته بس، ما ثمش مؤامرة. ثم تقصير، فما تقصير. والله تقصير، تقصير إذا كان تجي الواحد تحط له ثم الطب في الجهات يشوفوا في 60-70 مريض. في كل نورم هذه، كل نورم هذه، شنو هي النورم هذه اللي تخليك أنت تعطي مردود وقت اللي أنت تشوف في 4 أو 5 مرات الكاباسيتي نتاعك؟ ما مربوطة بعضها، سيتون بوكل مربوطة ببعضها. يلزم توقع ديزاسيز نتاع الصحة وتحط الصحة في اللي نورم. فما برشا نقص اليوم، الاطباء يعانيوا باش نكونوا واضحين. اليوم صف بالمئات يوميا لازم يتعدوا على قداش من طبيب، شوف انت في الرابطه ولا غيرها، فما نقص. وقت اللي تحب تعدي بلاش تجي للطبيب تعطيه 2 ملايين وتقول له عدي له على 40 مريض و50 مريض. اي شنو معناه؟ 2 ملايين هو تقريبا، اي تقريبا 2 ملايين في الصح، 2 ملايين وبعد تقول له عدي لي على 50 مريض. فوق انا انتري يلزم المريض الطبيب وقت اللي يدخل البيرو يدخل فرحان، شيخ شيخ كل ما يزيد، كل لا لا مش تغشش، كل ما يزيد المريض يبدا فرحان هو، مش كل ما دقيقه يقول له كملوا يحس يسكر ما عادش تقبل حد، فهمت؟ هذيك هذيك بيسر يحسب وقتاش يكملوا خاطر ستريسي ولا المشكله هذا يخلص شيء ما تخلصوا حتى فرنك. والمصيبه كون المواطن مستعد باش يخلص، المواطن مستعد باش يخلص 10 و20 دينار باش تعدى بالقدا بالقدا، والطبيب مستعد باش يخدم معناه مستعد باش يخدم اذا كنت تقول له شويه شهريته. ما هوش معقول، راهو مش معقول. نسالك سؤال شعبي شويه، هل بالضروره ولا هل ما زالت لليوم كان اللي لابس عليهم يوصل ولا طبيب؟ هذه ديما موجوده في الموروث الشعبي التونسي، كان اللي لابس عليه شو يصرف في القرايه كذا، هل اللي لابس عليهم ولا اليوم صاروا امثله عديده ولو انه مرحوم جهاد من عائله ما بسيطه؟ نحكيو على السؤال هذا ديما يتسال. لا لا هو شوف شنو انت يمنعك توا كي تدخل ولدك يقرا وانت بقليل وكون ولدك ربيته بالكدا ويجيب ياخذ السيزيام ب 18 دو موين، شنو اللي يمنعك؟ ما يمنعك حتى شيء. وشنو اللي يمنع الطفل باش ياخذ 18؟ سي فري يلزموا احاطه ويلزم بو فايق وام فايقه يدخل الكليه هو الفارق نعم. علاش بيه يدخل الكليه ويقرا روحه؟ ثم برشا في الكليه لاباس عليهم، لاباس عليهم، ثم برشا من مازال المصعد الاجتماعي يخدم. ثم اللي عنده تأطير باهي واللي عنده إمكانيات باهي يتعدى، ما ثماش حكاية. أما بعد وقت اللي باش يدخل في المعترك يلزم زاد يكون مثلا كان 3 أخوات طبة، 3 طبة، الأولاني ربما يلفي فوسروت، الآخرين يبداو يعرفوا السيستيم ويمشيو ويعملوا خير منه، فهمت؟ رغم اللي في نفس المستوى، لازم واحد معناه من بعد أون فوا ولا طبيب لازم يعرف شي يختار ولازم أما إذا كانوا بيرفورمون راهو يتعدى يتعدى. ما يجيش واحد يقول لك أنا نمشي للطبيب حاشاك انكومبيتون وعلى خاطره غني، وما نمشيش لواحد فقير وهو مش يحل لي مشكلتي. انت ماذا بيك؟ الله لا قدر مش تعمل عمليه، ماذا بيك يعملها لك الطبيب لو بلو كومبيتون بوسيبل. دونك هذاك علاش موجوده، معناها ما لاباس ماهيش مشكله. المشكله الكبيره هي في اداره في حوكمه القطاع. حوكمه القطاع يلزم الطبيب كي يمشي يخدم فرحان، ويلزم المواطن يقف يقول زعما نمشي مثال سبيب زعما نمشي للكلينيك ولا نمشي للسبيطار.
والله في الكلينيك عندهم هكا، وفي السبيطار خير عندهم كذا، يبدا يختار المواطن مش بالسيف عليه، يمشي للسبيطار وهو عارف اليوم مش يشد اربعه وخمسه وسته سوايع، ومش يعطيوه رونديفو تاع ايكوغرافي بعد اربع شهور، اللي صحح على رونديفو بعد اربع شهور يسأل، واللي صحح على عمليه بعد ثمانيه شهور والمريض مات بعد ثلاثه شهور يسأل. واللي مسؤوليه الطبيب في الوقت هي مسؤوليه، مسؤوليه انا طبيب، مسؤوليه سيستم كامل، سيستم كامل مضروب. واحنا الحمد لله مش نحرروا فلسطين، مش حرروها فلسطين، فلسطين مش تحرر، انا صحه وانا ترونسبار وانا تعليم، احنا باش نحرروا فلسطين. شكرا لك، عايشه.